ومعنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عبد الجواد. أستاذ أحمد، مرحبا بك. وما دلالات اقتحام موقع مصر العربية عقب ساعات من إعلان سطوة السيسي على الحكم لفترة ثانية؟ أهلا بحضرتك. الأول أنا بوجه تحية لحضرتك وبعتذر عن أننا في الطريق، يعني لو حدث جزء من الصوت مش واضح، لكن إجمالا أنه السيسي في تدشين المرحلة الأخرى الثانية من الانقلاب العسكري، قيامه بإغلاق موقع مصر العربية واعتقال عادل صبري ليه دلالة أخرى بعيدا عن قصة أنه الموقع نشر تقرير نيويورك تايمز اللي بيتحدث عن الانتخابات. أنا شايف أنه هو مصر العربية كان موقع ذو تأثير مهم جدا، وكان بمثابة ميدان تحرير مصغر، بمعنى أنه كان بيحتوي على معظم الثغرات الصحفية الموجودة في ظل حالة اللامنطق التي تعيشها المنطقة ومصر بالتحديد. فبالتالي يعني العمل بدون تخيص كما جاء، أو أنه نشر تقرير كما جاء في بلاغ الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات، هي مجرد حجة لإسقاط أو لإغلاق كل منبر يتوحم فيه أو يتم يعني يتلمسه فيه أنه في تعدد الآراء المناهضة لعبد الفتاح السيسي. وأنا كنت أعتقد أن عبد الفتاح السيسي في بداية المرحلة الأخرى أو الثانية من الانقلاب انه يكون باعمال مماثله جدا، وكانت الاشاره واضحه من خلال ما الغرامه الموقعه على المصري اليوم، فكنا نتوقع مزيد من الاعمال الباتش ضد حريه الراي والتعبير، لانه في النهايه عبد الفتاح السيسي سلاحه الوحيد هو الباتش والدبابه، ودي الاف قتل. اما الصحافه بشكل عام فهي للتنوير، فيبقى صراع ما بين الوعي والحريه وبين الذي يقتل والذي يعمل على احياء الناس وعقول الناس وذات الوعي. فخلاصه الامر انه اغلاق مصر العربيه هو يعني منطقي في يعني اجواء اللامنطقه التي تعيشها مصر. طيب استاذ احمد، وهل يحتاج عبد الفتاح السيسي لتبرير او حجه لاغلاق موقع الكتروني؟ يعني عبد الفتاح السيسي اغلق عشرات المواقع في العام الماضي. اولا عبد الفتاح السيسي في كل حاجاته لا يقدم التبرير الى الداخل، يعني علينا ان يعني ان نعي هذا، انه التبرير دائما بياتي من خلال يعني قوانين مشبوهه يديرها مثل المجلس الاعلى للصحافه وغيره، بانه بيحاول تقنين الجريمه، يعني جريمته لابد ان تتوافق مقننه. وبعدين لا تنسى ان القائم على اعمال على رئاسه مثلا المجلس الاعلى للصحافه ومجلس الاعلى للاعلام والراي والتعبير مثلا ما بين محمد احمد او مثلا دي رشوان، وهو من اكبر عراب السيري السيسي. فالقصه هي مساله ان هو اخراج المشهد بنوع من انواع الـ اطفاء نوع من القانونيه عليه، لكن هو في النهايه لا يخاطب الراي العام المصري بالداخل اساسا، لانه كل ما يهمه هو يعني محاوله اصدار على كل اجراءاته وتصديرها الى الخارج بانه يعمل وفق قانون، يعني وده طبعا بالتاكيد غير صحيح. يعني وكيف ترى ما تقوم به سلطة الانقلاب من محاولات لتجفيف المنابع وغياب المعلومات؟ تجفيف المنابع دي لانه السيسي او الانقلاب او الانظمه المستبده عموما ليس من مصلحتها انه الشعب الذي يعني سقط على الحكم فيه بالقوه انه يعلم الحقيقه، وبالتالي اي شعاع من الحقيقه او اي معلومه من الحقيقه ولو بسيطه جدا هي تعتبر شعاع نور يبنى عليها زيادة الوعي الذي تحتاج الشعوب في كشف وفتح تلك الأنظمة المستبدة. وبالتالي تكثيف المنابع في الوعي أو في معرفة أو في كل وسائل التي تعمل على زيادة الوعي ضد تلك السلطة، أعتقد عبد الفتاح السيسي بيضعها نصب عينه في الأول، لأنه بيعتبرها هو العدو الأول ليه، لأنه مجرد يعني وصول الشعب أو عمل الشعب إلى يقين، فأعتقد هذه مرحلة عبد الفتاح السيسي غير مستعد ليها الا بمزيد من اعمال القمع ومزيد من اعمال القتل. وهل تنجح هذه عمليات القمع والقبضة الامنيه على وسائل الاعلام المستقله وغير المواليه لسلطه الانقلاب في تزييف الحقائق وتغييب الشعب؟ لم يذكر لنا التاريخ ان تلك الوسيله نجحت، ممكن انها تستمر لبضع الوقت، لكن في النهايه لم يذكر لنا التاريخ حاله واحده في نجاح او استمرار النجاح المؤقت للانظمه الاستفزازيه في تغييب وتكثيف المنابع، لانه في النهايه الحق حق ان يتبع، وانه لنا وانا متفائل لانه في النهايه بقول لحضرتك ما فيش يعني حاله واحده في التاريخ تثبت ان استمرار اليات القمع والاستبداد وتكثيف المنابع في النجاح. في النهايه لابد من الانفجار، واعتقد انه مصر ان شاء الله باذن الله يعني مقبله على هذا الامر، ولكن علينا ان نعمل
وفي النهايه لا نيأس، يعني لانه المساله محتاجه مصابره وتراكم وعي ان شاء الله باذن الله. نعم. المساله لانه صراع بين الحق والباطل. شكرا. ودائما وابدا الحق بينتصر في النهايه يعني. نعم، الاستاذ احمد عبد الجواد الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.